يشعر المواطن انه ان القطاع العقاري يعمل للطبقه العليا او يعني الجزء الفاخر من السوق، وان الحكومه بتشتغل على الطبقه المنخفضه او محدوده الدخل او الاقل دخلا والشباب، ويجي بقى في النص الطبقه اللي في النص دي يا استاذ هشام بتعاني لانه لما المورجج او انها تستلف فلوس ده بتكلفه كبيره، وكمان حجم المعروض بتقسيطات معينه برضو ضعيف. هل القطاع العقاري مش شايف الطبقه دي يا استاذ هشام؟ لا، هي بس مساله حد شايف ومش شايف، هي مساله تلاشي قوى العرض والطلب. حضرتك النهارده التكلفه السنويه بتزيد بشكل مهول، تمام؟ تكلفة الأرض بتزيد، تكلفة مواد البناء بتزيد، تكلفة العمالة بتزيد، تكلفة الأجور والمرتبات بتزيد. كل هذه التكلفة لما بتزيد المنتج العقاري ثمنه بيغلى، وبالتالي يعني أنا هدي لك مثلا مثال صغير. لما جينا طرحنا الرحاب سنة 96 97 كنا بنبيع المتر ب 1000 جنيه. المتر النهارده بيتباع بكام؟ بتباع ب 19000 18000 جنيه. طيب حضرتك ليه الكلام ده حصل؟ لان الارض غليت، لان المنتج العقاري المواد البناء غليت، لان الاجور زادت، لان كل حاجه في البلد زادت، مفيش حاجه ما زادتش. طيب كل الكلام ده عباره عن زياده في التكلفه، وبالتالي هل النهارده اللي كان عنده الامكانيات يشتري المتر ب 1000 جنيه سنه 96 و97 عنده الامكانيات يشتري ب 18 و17 و19000 سنه 2020؟ ما عندوش. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ هل ما فيش حل؟ لا، في حل. ايه الحل؟ الحل انك انت لو تتذكري كان البيع في الفتره بتاعت التسعينات واوائل الالفينات بيتم بمده تقسيط قليله. ايوه. ليه؟ لان الناس كانت عندها قدره شرائيه تقدر تتناسب مع سعر المنتج اللي بيعرض. النهارده كل سنه بتلاقي الشركات العقاريه عماله تزود في مده التقسيط. يعني النهارده وصلوا من 5 ل 10 سنين، احنا وصلنا ل 10 سنين، 12 و13 سنه كمان. تمام. طيب ليه بيعمل كده؟ عشان يقلل القسط يتناسب مع مستوى دخل الفرد. طيب هل النهارده اللي حضرتك بتقولي عليه ده بقى طب الشركات دي هتعمل اكتر من كده ايه؟ يعني ما برضه ليها قدرات، كل شركه ليها قدرات تقدر تقدم تسهيلاتها لغايه فين. طيب البنك الجهاز المصرفي بيقطع هذه الشيكات او بيخصمها او بيعمل التمويل العقاري على مدة زمنيه معينه وفائده معينه، كل الكلام ده كله حاكم التحرك داخل السوق. لكن النهارده احنا كنا طرحنا افكار قبل كده بفكره ازاي ان احنا ندعم الفائده للاسر او للمسطح المساحات الاكثر انخفاضا، يعني كل المسطح ما يقل، كل ده ما يخاطب شريحه اقل من الدخل، كل ما يبقى فيه هناك دعم لسعر الفايده. هو مربط الفرس في موضوعين، ازاي ان احنا نعمل اليه للتمويل طويل الاجل للعملاء بالظبط كده، ان احنا ندي 15 سنه و18 سنه و20 سنه و22 سنه وبفايده معقولة لا تتسبب في زيادة سعر القسط، بحيث ان تبقى في متناول دخل الجميع. لان العالم كله منظوم، في العالم كله شغال على ايه؟ شغال ان دايما الشقة او قسطها بيمثل 30% الى 35% من دخل الاسرة. يعني دخل الاسرة تقدر تدفع قسط المورجج في حدود من 30 ل 35%. فلازم تخلقي هذه الآلية، والعالم كله شغال كده. يعني بالظبط، كله شغال. ما انا مش عارفه ليه مش عارفين نوصل لها. لا، هو حضرتك لانه المساله تحتاج الى بعض التنظيم في مسائل تشريعيه وخلافه، ازاي ان احنا نخلق صناديق لدعم سعر الفايده من خلال اليات لا تؤثر على الموازنه العامه للدوله، ودي موجوده ومتاحه ودراستها موجوده، تمام؟ او ان احنا نطلع افكار خارج برضو الصندوق، وده متاح، انك انت ازاي الديفلوبر نفسه بالتنازل عن بعض ارباحه يقدر يعمل تمويل لهذه الصناديق بشكل او باخر، بحيث ان هو يبقى ده وسائل الدعم لسعر الفايده اللي في النهايه هتعود على الديفلوبر بالنفع، لانه هيزود حجم نشاطه، هيزود حجم مبيعاته، وهيعود بالنفع على المشتري اللي يقدر يشتري لمده زمنيه اطول. الكلام ده محتاج انه اطراف عديده في الدوله لازم تقعد تتناقش مع بعضها، لازم تقعد تتكلم عشان تقدر تطلع منتج في النهايه
يقدر يحقق هذا الكلام، وده قابل للتنفيذ وقابل انه يطرح. فاعتقد انه حان الوقت دلوقتي ان احنا لازم نقعد على مائده مستديره ونتكلم بالظبط ازاي نقدر نطلع هذا الكلام.